معقول لسه في ناس وفية هيك؟ بس حرام بزعل. معقول يقتنع انها ماتت ولا رح يضل عم يستناها؟ هلا اذا متت انا بعيد الشر. ميرسي حبيبتي. فادي رح يستناني؟ لا والله لا بلحقك. عن جد؟ ايه جربي موتي وشوفي. وليه؟ هلا وينها هنادي؟ شو صار فيها بعد ما عرفت بالقصة؟ اكيد اتضايقت ما هيك؟ ما حكت ولا كلمة، ركبت سيارتها ومشيت. ما كان لازم تتركيها، حسيتها حابة تكون لوحدها. معلش صدقيني هيك احسننا، خليها تعيد حساباتها من اول وجديد. سبحان الله، طلعها من علاقة ليحطها بعلاقة تانية. علاقة تانية مع مين؟ قيصر. مع قيصر؟ هنادي بتحب قيصر؟ لا، قيصر بيحب هنادي. انت شو عرفك؟ اليوم اجى لعندي على الجامعة واعترف لي انه بيحبها لهنادي. قيصر. نعم. تعال 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 تعال. شو قلتي؟ انا ما دخلني. شو يعني؟ يعني انت ليش مستغربة؟ عن جد عن جد قيصر بيحبك؟ شو انتي بحياته ما حدا حبك يعني؟ انا ماني مستغربة، انا محبطة، ديزيسبيري، يائسة. انا هنادي، هنادي يوم يحبني قيصر. ايه عن جد بيحبك، مغرم مغرم فيكي. سميحة احذري، انا بشو كنت بحلم؟ شو؟ بعريس هيك نظيف مهفهف، اشقراني بعيون زرب، يجي هيك على حصان ابيض او على ليموزين بيضة. هو ايش قرر عينه زرع؟ قيصر! انا برجيك يا قيصر. هنادي؟ هنادي؟ نو سيدخوف! هنادي هنادي هنادي! الله يخليك الله يخليك، استني شوي. الله يخليك الله يخليك، تفضلي. شوفي هدي على رزقك شوي، خليني إليك شو لازم تعملي. انتي سميحة بدك تعلميني انا هنادي شو لازم اعمل؟ انا اللي بعلم الناس شو لازم تعمل. افتحوا على نشرة الاخبار واتصلوا بمكتب دفن الموتى. انتي لما؟ يا الله على هالذكاء، يا ريت ما تعس عليها بالمهلة. يا ريت. انسي هنادي؟ لا نانسي. انت شي مرة اكل لك شي خبط على راسك؟ من نانسي؟ لا من هنادي. ما بتذكر هيك شيء. لازم تتذكر. انا يمكن فيني شوي ساعدك، اما انا بتاريخك كيف وليش وين وامتى ما بعرف، انت اللي لازم تقلي. بس في ارتجاج دماغ، في ارتجاج دماغ، ما في كلام يلي خلى هذا اليوم يجي وخلاك تفكر اني انا للحظه ممكن فكر بشو؟ انك ولا بشي. بدك شي؟ لا انا ما بدي شي، بس انت بدك شي؟ لا سلامتك. شوف دادا. عالدادا ولا على الماما؟ لا الندى الندى، والورد مفتح على خده. واذا ما بتسمع مني هالكلمتين وبتحطهم حلقة بإذنك سافقتك كف بقف ايدي على خدك. انت من كوكب وانا هنادي من كوكب آخر تماما، مختلف عن كل عالمك السخيف. اتحدى العالم وانا وياك، وبترك كوكبي وبيجي على كوكبك وتعا ولا تجي. هاي هي آخر وحدة، النص الثاني لا تجي وحسك عينك تجي. بس طيب وسميحة؟ شو بها سميحة؟ ولا شي ولا شي. هنادي لا هيك حطيتيني بموقف كتير بايخ. ليش تنفرتي؟ ما بدها يعني اساسا هو كله بايخ وما بيخ منه غير انتي. وانتي؟ انا؟ ليش انا شو دخلني؟ يعني انت اللي عملتي بخالف كل شرايع الانسانية وحقوق الانسان. بحيته لالله. ايه والله، يعني الزلمة ما غلط، كل اللي عملوه انه حبك والمشاعر مش بايدنا، يعني سواء انت بتحبيه او لا ما بصير تتعاملي معه بهيدا الطريقة. ما بعرف انتو ليش مكبرين القصة كل الأد، يعني سوري بهي القصص ما في مجاملة. يا عيني عليكي، هذا هو الكلام السليم. انت الوحيدة اللي عندك مخ بهالبيت. انا تحديدا ما بحب المجاملات، واذا ما بخلي لها قيصر يسكر هالدكانه ويفتح بمحل تاني ما بكون اسمي هنادي.
نادي. نعم. بيتر مسكر. هي سكر شو عامله؟ ليش عم تشيلي المعلومة إلي أنا؟ لأنه بكون مصدوم. مصدوم بشو؟ عاطفياً. يلا يلا طلعي بالسيارة. لا تجيبي لي السيرة لأنه بحطك وراها وبالنص مو على الشباك. هنادي. نعم. من أولها. لك تعي عم بمزح. هنادي. في شي بدي أقول لك إياه. شي مثل شو؟ لا مثل ولا شي، بدي اروح بيروت يومين. شو يعني؟ يعني بدي اجازة يومين. يومين؟ امبوسيبل. ليش بقى؟ اصلا انا بيطلع لي 30 يوم بالسنة حسب العقد. 100% حكيت مزبوط. انت بيطلع لك 30 يوم بعقد الإذعان اللي وقعتيني عليه. بس امتى؟ ما حددنا امتى. برافو عليكي. ايه بس انا هلا مضطرة. وانا كمان مضطرة. ليش بقى؟ لانه عدي على اصابيعك. عرس بيت الارماني وعرس بيت الجندلي وعرس بيت الاساطلي. بس يا هنادي انا ما فيني اجل السفر، في اوراق ضرورية لازم اقدمها للجامعة. وانا كمان ما بقدر اجل عراس العالم. والحل؟ انتي قلي لي شو الحل؟ ما بعرف، انتي بتعرفي؟ انتي ما بتعرفي؟ أنا اللي بعرف. قدمي استقالتك. لا ما حذرتي، ما رح أقدم استقالتي. قعدت لك هون بالمكتب حبيبتي يا هنودة. هنادي بعده مسكر. بالله مسكر. اي سكر شو عمله؟ انت شو عملتي فيه؟ انا؟ ايه انت ليش مفترضة انه انا السبب؟ في مليون احتمال واحتمال لحتى يسكر. ممكن يكون مالاد مريض، ممكن يكون اون فاكانس باجازة يعني، ممكن يكون اكل مخالفة تموين بار اكزامبل. ايه والله. ها؟ بس لا يعني لانه الاحتمال الاول هو الاقوى. الاحتمال الأول؟ طلعي فيني. ميرسي رانا. أنا رايحة على السوبر ماركت، بدك تجي معي؟ تعي. ما بدك؟ لا. جاية جاية. تفضلي. ليش مسكر؟ معقولة يكون هاد عن جد عمل بحاله شيء؟ والله مجنون بيعمله. يا ربي ما بدي اكون انا السبب. لك يخرب بيته، والله تصرفاته مبينه انه بيحبها لسميحه. يعني بحياتي ما حسيت انه بيحبني الي. شو هالمجنونات. يا ربي ما يكون عامل بحاله شيء. لا مستحيل يعملها، اكيد خجلان ومو قدران يتطلع بحدا. اكيد بكره رح يرجع يفتح ويرجع يسرع الحارب الاغاني تبعه. بعدين انا ليش متضايقه؟ اذا فتح فتح، واذا ما فتح بالناقص.